الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش في رحاب رمضان وفي رحاب القرآن الكريم الذي تميز به هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد فرغنا من تلاوة شطر القرآن وبدأنا في النصف الثاني من كتاب الله عز وجل في الجزء السادس عشر، وفي هذا الجزء السادس عشر نقف عند سورة مريم، السورة التي ذكر الله فيها بتفصيل قصة هذه المرأة، المرأة الوحيدة التي ذكرها القرآن باسمها، لم يذكر اسم امرأة أخرى غير مريم، لم يذكر اسم أم البشر حواء، ولكن قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يذكر اسم زوجه، لم يذكر اسم إبراهيم زوجة إبراهيم حينما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وكان ذريته زوجته ابن إسماعيل، لم يذكر اسمها، لم يذكر اسم أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ولا أخت موسى إذ قالت لأخته قصيه إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، لم يذكر اسم أم محمد صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، ولا اسم الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد، ولا باسم سيد ولا اسم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لم يذكر اسم امرأة إلا هذه المرأة مريم بنت عمران، ذكرها القرآن 34 مرة، واحتفل بميلادها كما احتفل بميلاد ابنها. يعني هناك سورة آل عمران، آل عمران هم مريم، مريم ابنة عمران، يعني فآل عمران هي مريم الحقيقة وابنها، سميت سورة باسم سورة آل عمران. احتفل القرآن لأقول بميلاد مريم، بحمل مريم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت تحسب أن ما في بطنها أن الحمل الذي تحمله ذكر، فنظرته ليخدم المعبد، وبعدين لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وذكر لنا القرآن كيف خاطبتها الملائكة في سورة آل عمران، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك
واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولذلك يقول الامام ابن حزم ان مريم نبية من انبياء الله. يقول ابن حزم القرآن ذكر لنا نبيتين، مريم لان الملائكة بتخاطبها تقول يا مريم اقنتي لربك ان الله اصطفاك وطهرك، ان الله اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. الملائكة بتخاطبها، والملائكة لا تخاطب مباشرة الا الانبياء. صحيح الرسل من الرجال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، ولكن الانبياء يمكن ان يكونوا من النساء. ولذلك هو يقول ان القرآن ذكر لنا مريم نبية وام موسى نبية اخرى، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. هكذا ارتفع ابن حزم بقيمة المرأة، وقال المرأة ممكن تكون نبية ولا يوجد ما يمنع يعني ذلك. فهكذا ارتفع الاسلام بقيمة مرأة. نحن نتعبد لله، نحن نقرأ في صلاة التراويح، قرأنا سورة مريم، استمعنا الى سورة مريم، نتعبد لله بتلاوة قصة مريم والاستماع الى قصة مريم. هذا هو موقف الاسلام من النصرانية ومن النصارى، يشيد بام المسيح عيسى ابن مريم ويذكرها 34 مرة في كتابه، ويشيد بالمسيح عليه السلام. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. وذكرنا سورة آل عمران أسرة المسيح وأمه، وسورة المائدة، المائدة التي نزلت على المسيح، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. المائدة آية من الآيات التي أكرم الله بها لا توجد هذه الآية في الأناجيل. قصة المائدة انفرد بها القرآن، وكم من آيات انفرد بها القرآن لا توجد في الأناجيل. ان المسيح يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. هذه معجزة وآية لم تذكر في الأناجيل. فسورة آل عمران وسورة المائدة وسورة مريم، كل هذا تمجيد للمسيح وثناء على المسيح وثناء على كتاب المسيح. آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وثناء على أمة المسيح. لتجدن أقربهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. انظروا إلى الفرق بيننا وبين القوم. نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وما فيه من سور وآيات تثني على المسيح وكتاب المسيح وقوم المسيح وأم المسيح، وهم يسبوننا ويشتموننا ويهزؤون برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسخرون من ديننا القرآن. في العام الماضي سخر الدنماركيون بصور ورسوم كاريكاتورية مسفة غاية الإسفاف، لا أدب فيها ولا حياء، تسيء إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالأمس من أيام أيضا جاء الدنماركيون وأساء مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أساء كبيرهم. حبر الفاتيكان وباب الفاتيكان إلى رسولنا محمد وإلى ديننا الإسلام، إلى العقيدة وإلى الشريعة وإلى الدين وإلى النبي وإلى القرآن. فانظر ما أعظم الفرق بيننا وبينهم.
كما يقول الشاعر العربي: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا ما ينضح به إناؤنا، ونحن لا نستطيع أن نرد عليهم، لا نستطيع أن نشتم المسيح ولا أم المسيح، لأننا نعظمهم، ديننا يعظمهم، ولا يتم إيماننا إلا بذلك، إلا إذا عظمنا المسيح وأم المسيح وكل الرسل والأنبياء جميعا. القرآن ذكر سورة سماها سورة مريم، ذكر لنا فيها قصة حملها وولادتها، وهي قصة عجيبة حقا من عجائب الله في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى من سننه المعتادة ان يخلق الانسان من ذكر وانثى، اب وام، رجل وامرأة يلتقيان، وعن طريق سنة الله الحيوان المنوي يخرج من نطفة الرجل ليذهب يعني الى البويضة في رحم المرأة ويلقحها، ويخرج من هذا مخلوق جديد يحمل خصائصهما، الجنين ثم الطفل. ولكن احيانا الله سبحانه وتعالى لا يحد قدرته شيء، الاسباب تقيدنا نحن، ولكن قدرة الله لا يقيدها سبب. الله يعمل بالاسباب ويعمل بغير الاسباب، هو خالق الاسباب ومسبب الاسباب، وهو الذي يستطيع ان ينفي الاسباب ويبطل الاسباب. ممكن يخلق بشر بغير رجل ولا امرأة، كما خلق ادم عليه السلام. ادم خلقه الله من طين او من تراب او من صلصال من حمأ مسنون، ونفخ فيه من روحه واصبح بشرا سويا، لم يخرج من اب ولا ام ولا من رحم امرأة ولا من نطفة رجل. هذه اعجب العجائب، وعجيبة قريبة منها، وهي ان يخلق الانسان من امرأة، من ام بلا اب، من امرأة بلا رجل، من انثى بلا ذكر، على خلاف السنن والاسباب. هذه قدرة الله، هذه عجيبة من عجائب الله. ولذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يري الناس احدى عجائبه الكبرى، بعد ان نسي الناس العجيبة الاولى اللي هي عجيبة خلق ادم، وهم لم يروا ادم، وادم اول رجل، الناس لم يروا، وردوا انسان ابناؤه وبناته. اراد الله ان يعرف الناس بعجائب قدرته، فاراد ان يخلق هذا الانسان من غير اب، واختار هذه المرأة الطاهرة العفيفة الصديقة التي انبتها نباتا حسنا، والتي اعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم، والتي احتفل بمولدها في اعظم كتبه في القرآن الكريم. اختار هذه المرأة لهذا العمل العجيب. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، اخذت مكان بعيدا عن قومها واهلها، واتخذت حجابا خلوة لامر من امرها، لتتعبد، لامر من امور النساء. المهم في هذه الخلوة فاجأها رجل تمثل لها بشرا سويا، ارسلنا اليها روحنا جبريل عليه السلام، ولكن جبريل مش هيأتيها في الصورة الملائكية، اتاها في صورة بشر سوي، تمثل لها بشرا سويا. انظر الى فتاة في خلوتها، فتاة طاهرة بريئة، تفاجأ برجل امامها. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، خوفته من الله، خشيت انه جاي يريد ان
يغتصبها، يريد ان ينال منها، وليست من هذا النوع من النساء. انه اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. والتقي مجرد ما يسمع ذكر الرحمن يوجل ويتوجس ويبعد عن الحرام. قال لها: انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكية. انا لست واحدا من الناس، انا مبعوث العناية الالهية لك، جاي لمهمة مخصوصة، الله الذي بعثني اليك ربك لاهب لك غلاما زكية طاهرا. هذه مشكلة اخرى. انى يكون، قالت انى يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية، ازاي اجيب غلام؟ هذا ما تقوله اي فتاة بريئة طاهرة من غلام؟ منين اجيب غلام؟ الغلام يقتضي ان المرأة تتصل برجل عن طريق الزواج او عن طريق الحرام، اما من نكاح واما من سفاح، وانا لست مسافحة ولست متزوجة. ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. قال: كذلك قال ربك. هذا امر الهي، الله حكم بهذا. كذلك قال ربك وهو علي هين، ولنجعله آية للناس. ربنا سبحانه وتعالى الامور كلها هينة عنده، يخلق بسبب وبغير سبب، بنطفة وبغير نطفة، هو كما يشاء. وهو عليه هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ربنا يريد ان يجعل هذا المخلوق آية من آياته، وكان امرا مقضيا، خلاص القدر الالهي حكم. وفعلا نفق في فرجها من روح الله عز وجل، وكان هذا بديل النطفة والحيوان المنوي وهذه الاشياء، وحملت، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيد عن الناس. ترى حملته مدة 9 اشهر، 40 نطفة و40 علقة و40 مضغة و40 كذا، ام الامر تم باسرع من ذلك؟ القرآن كعادته في القصص لا يفصل، لا يذكر المكان ولا يذكر الزمان ولا يذكر الاشخاص ولا يذكر التفصيلات، يأتي برؤوس العبر. فما ذكر لنا هذا؟ ويبدو انها لم تبقى 9 اشهر، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان يعني يعذبها طوال هذه المدة تظل تحمل الهم 9 اشهر. يبدو ان في مدة قريبة لا نعرف كم هي بدأت تشعر بالوحم وبالطلق، فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، اجاءها المخاض، المخاض دفعها وبعثها الى ان تجلس عند جذع النخلة. اين جذع النخلة في فلسطين يا ترى؟ كان في الغور، لان فلسطين ليس فيها نخل، لعلها كانت في الغور، خصوصا اذا كانت في الولادة كما يقولون في شهر يناير او اواخر ديسمبر، طب في شدة البرد والبلح لا يكون في ذلك الوقت. هل هذا يدل على ان الميلاد الذي جعلوه للمسيح في يناير هذا ليس بصحيح؟ يبدو. وكل دي اشياء لا ليس عليها ادلة قاطعة. المهم انها جاءت الى جذع النخلة، واوت عند هذا الجذع وحست بالطلق بالمخاض. وهنا قالت الفتاة الطاهرة التي لم يمسها بشر والتي لم تعرف الخنا في حياتها قط، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الانسان يشعر
بقلق هذه الفتاة وبشعورها كيف تواجه الناس بهذه المصيبة، تحمل من غير زواج، ماذا تقول للناس؟ فلذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هكذا غلبت عليها البشرية وقالت هذا. فناداها من تحتها المولود الجديد، ناداها من تحتها بمجرد ما نزل من بطنها وبسهولة وبدون داية وبدون قابلة وبدون طبيب توليد وبدون حضور احد يساعدها. والفتاة تحتاج عند الولادة الى من يساعد، خصوصا الفتاة البكر اول ولادة لها، تكون ولادة لم تعرف لها سابقة ولا تجربة، ولكن الله سهل عليها ذلك ونزل الوليد وخاطبها من تحتها. الولد بيتكلم، الجنين اللي ولد الحال في الحال اصبح يكلم امه ويطمئنها ويبشرها. فناداها من تحتها الا تحزني، لا تقولي يا ليتني مت قبل هذا، لا تحزني. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. السري الجدول من الماء العذب، لها ربنا اجرى لك يعني جدولا من الماء تشربي منه. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. بالله عليك الواحدة ما يجي عند النخلة كده ويهزها ينزل البلح، ينزل الرطب او التمر او لاي شيء، ده نخلة. ما انما هي بس، لا بس انت اعملي يعني تحركي كده كنوع من السبب ده يعني، وربنا هو اللي حينزل الرطب. لك لم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء ان تجنيه من غير هزه لا اخذته، ولكن كل شيء له سبب، يعني عشان بس السبب. هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ده عشان يعني المرأة النفساء محتاجة الى اشياء تأكلها، خصوصا اشياء السكرية والحلوة. في مصر بيعملوا حاجة يسمها مغات، يعني المرأة تحتاج اليها، فربنا جاب لها يعني حاجة من السماء. هل يا ترى كان وقت الرطب ولا في غير وقته جابه في غير وقته؟ يعني الله اعلم. تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا. فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. طبعا اذا قابلت البشر ومعك طفل، يعني كم من الاسئلة ستنهال عليك، وكم من الغمز واللمز والكلام والقيل والقال. لا تبالي باحد ولا تردي على احد. قولي اني نذرت للرحمن صوما عن الكلام فلن اكلم اليوم انسيا. فأتت به قومها تحمله. فوجئ القوم، ما هذا؟ مريم القديسة التي كنا نقول عنها كذا وكذا تأتي بطفل ولم تتزوج؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، هذا أمر يعني افتريته، ومن أين جئت به وكذا؟ لقد جئت شيئا فريا. يا اخت هارون، الناس عادة يقول مثلا يا اخا قريش، يا اخا العرب، يا اخا فلان، ينسب الى قبيلته او الى انسان مشهور في القبيلة. فهارون كان مشهور بالصلاح، وذريتهم الذين يتحملون الشؤون الدنية وشؤون المعبد وهذه الاشياء، فهم نسبوها الى هارون وقالوا يا اخت هارون.
ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، منين جبت هذا؟ بيقولوا اكفي الوعى على فمها ترجع البنت الايه لامها، والعصا منها العصية، والحية لا ترد الا حيية. انما انت اسرتك اسرة مشهورة بالصلاح طول عمرها، منين جبت الكلام ده؟ يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية فاشارت اليه، لم تتكلم، نظرت للرحمن صوم. لم هو ده صاحب القضية؟ فاشارت الى الطفل، الطفل حام عن امه، دافع عنها وهو في المهد. هما حينما اشارت اليه تعجبوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ انت بتضحك علينا ولا بتسخري منا ولا بتستهزئي بنا؟ كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هو اتكلم ودافع وحامى، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. اول كلمة نطق بها المسيح في المهد، والنطق المسيح في المهد ده ايضا انفرد به القرآن، لا يوجد في الاناجيل ان المسيح نطق في المهد. القرآن يذكر من ايات المسيح ومعجزات المسيح ما لم تذكره الاناجيل. نطق في اول شيء، قال اني عبد الله، كأنه يكذب مقدما الذين يؤلهون، الذين جعلوه مع الله الها او اتخذوه وامه الهين من دون الله. وجاء في سورة المائدة، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. هذا قاله في يوم القيامة، وقاله في المهد صبيا. اول ما قال اني عبد الله، المسيح نطق في مهده وليبرئ امه. يعني المعجزات الكبرى ربنا يعطيها للانبياء لسبب من الاسباب، يعني فلم ينطق احد في المهد غير المسيح الا اشياء يعني جاءت بها بعض الاحاديث، لم ينطق نبي من الانبياء في مهده. لماذا نطق المسيح؟ لتبرئة امه، حتى لا يتهمها الناس زورا وبهتانا كما قال اليهود عليها بعد ذلك. اليهود قالوا، اتهموا مريم بالزنا وقالوا عليها قولا عظيما كما قال القرآن، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، افتروا عليها افتراء عظيما، اتهموها في عرضها. فلذلك نطق المسيح ليبرئ امه، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ان الصلاة والزكاة جاء بها الانبياء جميعا. استمعنا في السورة الى قول الله تعالى في شأن اسماعيل، واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الصلاة والزكاة دي عبادات قديمة مستمرة مع النبوات جميعا. وقال الله في قوم موسى، لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا الى اخره، الذين اخذ منهم الميثاق. وقال الله تعالى في اهل الكتاب، وما امروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالمسيح جاء بتثبيت الدعائم التي جاءت بها النبوات من قبله، العقائد، التوحيد، اني عبد الله، لست الها ولا ابن اله ولا ثلث اله، اني عبد الله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بر الوالدين من اصول الفضائل التي جاءت بها الانبياء جميعا، كل الانبياء جاءوا بهذا البر. ولذلك وصف الله يحيى في نفس السورة، يا يحيى خذ الكتاب واتيناه الحكم، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هنا يقول وبرا بوالدتي ولم اكن جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ثم يقول القرآن ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هذا هو المسيح الذي غلا فيه الغالون، ناس كذبوه واتهموا امه، وناس رفعوه الى مرتبة الالوهية وهو عبد من عباد الله ورسول من رسله. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وامه صديقة، كان يأكلان الطعام. كونه جاء من غير اب، فهناك من جاء من غير اب ولا ام. لذلك القرآن يقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب، ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فادم خلق من غير اب وام، غير خلق بام. فاقل عجبا من قضية ادم، فلماذا يؤله الناس المسيح وهو عبد من عباد الله؟ المسيح في القرآن وفي الاسلام نبي عظيم ورسول من اولي العزم من الرسل. اكثر القرآن الثناء عليه وعلى امه وعلى كتابه الانجيل وعلى من اتبعوه الا الذين ظلموا منهم. ولكنه مع هذا التعظيم عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، من اولي العزم من الرسل، من الخمسة العظام من الرسل، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد الذين ذكرهم الله في كتابه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في كتابه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.